فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله من شروط الوقف أن يكون عقارا، وقال: لا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. يقول: لو أوقف شخص نخلا والثمر الذي فيه يكون عن الفقراء والمساكين، فهل يصح أم يعد صدقة؟ لا يصح، توقف ثمرة أنخلة إلى ما تطيح أنخلة يصلح هذا، لأنه يستمر، لأنه أنخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يستمر نفعها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.